في سؤال قبل الأخير يقول: ما المدة التي ينقضي بها المسح على الخفين للمقيم؟ فعندما أمسح في الظهر مثلا، متى تنقضي مدة المسح؟ مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث إلى مثل ذلك الوقت. فالبداية الصحيحة أنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث إلى مثل ذلك الوقت من الغد، 24 ساعة. نعم، هذا للمقيم، يوم وليلة للمقيم 24 ساعة، والبداية من أول مسح بعد الحدث. نعم.